السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الأستاذ التعليمية، أهلا بكم معانا في درس جديد من دروس دورة الفوتوشوب سي اس 6. اتكلمنا الدروس الدرسين اللي فاتوا في قائمة الأدجستمنت عن الليفلز وعن الهيو ساتوريشن. تعالوا النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن القائمة دي، وهندخل في حاجة جديدة هي اسمها الكيرفز. هي دي العلامة بتاعتها. لما نفتح كيرفز كده بنلاقي برضو حاجة عندنا اسمها بريست، برضو دي بتبقى ألوان أو تأثيرات جاهزة، أقدر إن أنا أختار منها لو أنا حابب. طبعا برضو نقدر إن احنا نعدل على الـ RGB، ممكن إن احنا نضغط على الأوتو كده هيعمل لنا التأثير أوتوماتيك، بس احنا زي ما احنا قلنا إن احنا عايزين نعرف إزاي نعدله يدوي. شايفين الصورة دي؟ الصورة دي الغالب فيها اللون الأخضر ولون النمر اللي هو الأحمرات. تعالوا كده نشوف التشانل بتاعت الأخضر. ممكن إن أنا الكيرف ده، شايفين الخط ده؟ الخط ده كأنه ماشي كده بالظبط. طيب تعالوا كده نقلل الأخضر فوق شوية. تعالوا نيجي هنا في النص كده، يعني انا هنا قللت الحتة دي. تعالوا كده بقى نزود الاخضر في المنطقة دي كده، وابدأ ان انا اقلل الاخضر تاني تحت. بقى الكيرف ظهر عندي كده. تعالوا كده نشوف التأثير. طبعا في اختلاف جامد والصورة ابتدت توضح بالنسبة للنمر. طب تعالوا نشوف التشانل الريد. انا عايز ازود الاحمر هنا واقلله في المنطقة اللي حواليه، يبقى اقلل، اجي كده اقلل الاحمر واجي في النص ازود الاحمر شوية، ومن تحت برضو اقلل الاحمر. طبعا تأثيرات الالوان دي زي ما انا شايفها او زي ما انا حابب انها تكون او زي ما التصميم عاوز، فدي حاجة بترجع لك انت في الاخر. مش شرط ان انا نعمل نفس الكيرفز اللي انا عاملها دي، لا، ممكن ان انا اعمل زي ما انا حابب. تعالوا كده نشوف الصورة بقت عاملة ازاي. شايفين بقت الصورة اوضح واجمل بكتير، ولون النمر بقى اجمل. ممكن برضو بعد اما اخلص بعد ما اخلص تأثيرات الكيرفز دي، اجي على البليندنج مود واختار بليندنج مود مختلف. زي ما احنا شايفين كده نبدأ نألف في البليندنج مود لحد ما نوصل للون احنا شايفين ان هو لايق مع الصورة او حلو مع الصورة. هو تقريبا الاوفرلاي والسوفت لايت يعتبروا احسن اتنين. ممكن ان انا اقلل الاوباسيتي كده شوية، مثلا اخليها 60%. تعالوا شوفوا الفرق بقى بين الصورة قبل وبعد. ده كده قبل وده كده بعد. درس النهاردة كان درس بسيط، طبعا زي ما قلت لكم ان هو بيرجع لرأيك الشخصي انت في الصورة وفي تغيير ألوان الصورة. استنونا ان شاء الله في الدرس الجاي هنتكلم عن حاجات جديدة في الفوتوشوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.